مراحب يا الحبايب، قاعد بشرب فنجان نسكافيه. قلت خليني اعمل الفيديو كونه في واحد معلق لي على فيديو اللي عنوانه طاط 23 عن رحمة الشهيد البطل وصف التل. كاتب لي بالبداية: شكلك شخص رخم، رخم يعني ثقيل دم، ثقيل الظل، ثقيل دم. أنا أخذته عقد عقله، قلت له زيك، حطيت له 3 علامات استفهام. يعني على هدي المثل اللي بيقول، المثل العراقي الشهير اللي بيقول لك: لا تباوع للناس بعين طبعك. في أغنية لكاظم الساهر فيها هاي الكلمة: لا تباوع للناس بعين طبعك. فهو رد على سؤالي إلى، شكله انطعج بعد هذا السؤال. قال لي: طيب لا تنسى تسلمني على الفطيس الشهيد وصف التل. هو يعني أنا مش متذكر كلمات بس ما المعنى يعني، بس هو كاتب الفطيس. فأنا رديت عليه برضو، مع انه المفروض يعني الرد بهيك حالات، يعني الرد على السفيه السكوت عنه، بس لا، في مواقف او في اوضاع معينه انت لازم ترد. فقلت رديت عليه، قلت له: وكل اناء، يعني المثل بيقول، شو بيقول المثل؟ وكل اناء بما ينضح، ينضح بما فيه، وكل اناء ينضح بما فيه. فاحنا قلنا له: وكل اناء على مدى اقتباس فطيس ينضح بما فيه من، على مدى اقتباس فطاسة. هو رد علي بتعليق، أنا مش قادر ألاقي التعليق الأخير، شكله حذفه بس أنا قريته. رد علي بمعنى: أنت مبين عليك شكلك ثقيل دم وثقيل ظل ومن هالحكي، وإنائي مليان بول وراح أشربك إياه. وبما انه زلمة بيشربني بول، خليني اشرب نسكافيه على حق. والتعليق الاخير مش موجود، وانا مش قادر الاقيه، في لقه بس قراته. على كل، انا كنت بدي اعمل له بلوك، هذا روبرت بسمي حاله، بس قلت لا، احنا لسه بعدنا مأول تدرب وما فتيناش خبز، ولسه يا دوب كل اللي مشتركين عندي 30 أو 31، ويمكن يطلعوا بما إني أنا شخص رخم. مستغرب يعني، لسه بعدني ما فتيت خبز، صرت بنسب وصرت بتهدد تهديده: لا تنسى سلم لي على الفطيس شهيد وصف التل. هذا تهديد، لأنه لا تنسى سلمني عليه، يعني إنك أنت راح تموت، لا تنسى سلمني عليه، وراح تموت يعني على إيدي، مش هيك؟ وهيك ممكن أفسرها، تهديد فقط. فكنت بدي أعمل له بلوك، بعدين قلت: لا لا، حرام حرام، بلاش ينحرم من حبة ملبس ولا سكر فضي، وخصوصا إنه أنا ناوي أعمل كم من فيديو عن رحمة الشهيد البطل وصف التل. هذا الكتاب وصف التل في مجابهة الغزو الصهيوني، إعداد وتحرير معهد حتر، الشهيد برضه معهد حتر. طبعا هم هيئة التحرير معهد حتر، وفي محامي اسمه سلطان حتر، وفي واحد اسمه عبد الله أبو رمان، والناشر لهذا الكتاب اللي انطبع سنة 1997، وأنا بأخذ المعلومة هاي إنه انطبع سنة 1997 من رقم الإيداع الوطني. فالناشر أمانة عمال الكبرى. هذا الكتاب كنز كنز. بس مع حبة غريبة زي هاي، وانت تقرا بهذا الكتاب، تشرب لك نسكافيه،
والأمور تمام، تعيش أجواء ثانية وأنت تقرب للكتاب. محبة الغريبة ما كنا الناس كده، كون الأمور بتحس حالك وأنت تقرأ فكر الشهيد البطل وسط التل، الطريقة اللي بيفكر فيها، رؤيته لبعض المفاهيم. طبعا أنا رحمة الشهيد البطل وسط التل، شو بقول في هذا الكتاب؟ خليها أقولكو، خليها، بس أنا بدي أعطيكم خطوط عريضة. بكشف عن أسباب نكبة فلسطين. إحنا لنا يومين ثلاث بنشوف العدو الصهيوني قاعد، أنا مستغرب يعني بعض وسائل الإعلام بتقول اقتحام، ما بتقول اجتياح، ما بتقول احتلال، هي محتلة محتلة بس برضه يعني اقتحام. المهم شوف لنا رحمة الشهيد البطل وصف التل، ألف رحمة وسلام عليك يا وصف التل. شوف لنا شوف لنا خبايا نكبة 48، مين اللي سلم بدون قتال، مين اللي قاتل، جاهد، ضحى، مين اللي خان، مين اللي تواطأ. طبعا في خلينا نقول إشارات مباشرة، في تلميحات لبيبه بالإشارات يفهم. الشهيد رحمة الشهيد البطل وصف التل، كم نحن بحاجة هاي الأيام لإنسان في مركز مثل أحد المراكز اللي استلمها رحمة الشهيد البطل وصف التل، بالفكر اللي عنده لرحمة الشهيد البطل وصف التل، بالجرأة، بالشجاعة، بالحكمة، بالذكاء، بالثقافة، بالوعي. عنده أخطاء ما بننكر، جل من لا يخطئ، والكمال لله، هذه متفقين عليها. بس انت بالنهاية في عندك محصلة بالفيزياء، في قوة أكبر من قوة بتأثر على جسم، قوتين متعاكسات في الاتجاه مثلا على نفس الخط بيأثرن على جسم معين، الأكبر بتحرك هذا الجسم باتجاهها، نفس الشيء. لكن اللي فينا زي هذا الأخ روبرت مش عارف شو قصته مع رحمة البطل الشهيد وصف التل، بنطبق عليهم بيت الشعر بيقول لك: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي كل المساوئ. أنا ناسي العجز اسمها المعنى، يعني عين السخط تبدي كل المساوئ. يعني أنت في أمامك ظاهرة فكرية وسياسية فريدة من نوعها، اللي هو رحمة الشهيد البطل وصف التل، رمز وطني. إذا أنت كنت حاقد عليه لسبب ما أو آخر، وعين السخط تبدي كل المساوئ، راح تظل تقول عنه فتيسلم. قال الأخ حاشا رحمة الشهيد البطل وصف التل من هاي الألفاظ، وتقول عنه عميل، وتقول عنه متآمر، وتقول عنه خاين، وتقول عنه كذا كذا كذا. وإذا كنت واضح عنه بدك تمجده، وفي الحالتين إحنا مش موضوعيين، إحنا مش موضوعيين ولا محايدين. لا، أنا كمحايد بحاول أدور على الأخطاء اللي وقع فيها، على صفة هيك نمسكها عليها رحمة الشهيد، لغاية الآن مش ملاقي، مش ملاقي في أخطاء.
في أخطاء هاي في حينها إحنا راح نتناقش فيها، بس أخطاء عن قصد ولا أخطاء بالاجتهاد؟ يعني أنا بس عشان هذا موضوع ثاني، عشان في ناس تسأل تقول لي أنت موضوعاتك عن إيش؟ هذه القناة المحايد راح تكون مختصة بالشأن الأردني، يعني أغلب فيديوهاتها حتكون عن الأردن، حاول نعرف الأردني بالأردن، لأنه سقراط بالزمانات شو قال؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. وإحنا مش هنا ما بدنا ناخذها حرفيا، بقدر ما إنه أنت إذا ما عرفت تاريخك تراثك واستكشفت ذاتك، تمام، وعرفت شو إمكانياتك قدراتك، وعرفت شو نقاط ضعفك نقاط قوتك كإنسان أردني، وبالتالي تأخذ هنقول المحصلة للعقل الجمعي الأردني، للفكر الجمعي الأردني، للإرادة الجمعية الأردنية، للشخصية الجمعية الأردنية، من خلال إنك أنت تعمل دراسة وتشوف عبر التاريخ العريق لأقدم وثيقة أو دليل أثري يدل على وجود إنسان على هذه البقعة المعروفة تاريخيا المنطقة الشرقية الأردن. بلش أنت تمحص، قارن، تحلل، تدرس، وتخضع دراستك لنظريات علمية. طبعا هون نظريات علمية أنا مش مختص، أنا هنا بقوم بدور المثقف وبجتهد باللي بقدر عليه، بس بحط اللي بلقطه بحطه في هالفيديوهات، وإذا في مختصين وأثريين وعلماء وكذا أخذوا بس الفكرة اللي أنا بطرحها واعتبروها مادة بحثية لهم، خلينا نبلش. فمن عرف نفسه وعرف ربه، وبالتالي إذا أنت ما عرفت نفسك راح تظل تايه، راح تظل ضايع، لأنه قلنا في أكثر من فيديو المعرفة قوة، وإذا المعرفة أنا ما بدي أستخدمها وأستفيد منها لشو هي قوتها؟ سلام تكون نعرف، لا إحنا بدنا نعرف نفسنا حتى نبني قوتنا، حتى نبني قوتنا. سيدنا أبو حسين قبل كم من سنة قال كلمة العدو، لما مش متذكر في أي اجتماع كتبت عنها هاي مقال، وقلت مين بقصد سيدنا كلمة العدو؟ احنا موقعين اتفاقية السلام، في أعداء حتى لو أنت موقع معهم اتفاقية السلام بظل عدو بدك تحتاط له. ما بدناش نوقع بنفس المطب اللي وقع مين فيه، اللي وقع فيه القوقجي في هذا الكتاب، رحمة الشهيد بطل الوصف التل، بيقول كيف انه جيش الانقاذ كان بامكانه يسيطر او يدخل مستعمرة اسمها مشمار هاعمينيك، لكن لما حسوا هذولاك بالحامي تفاوضوا على هدنة مع القوقجي وقالوا له اعطينا مهلة حتى نسلم لك المستعمرة. في هاي الأثناء خدعوه، هو رخى حبله، هم شدوا حيلهم، وبالنهاية هم اللي انتصروا. أنا بعطيه هيك رتوش، لازم نضل صاحين ولازم نضل مستعدين ولازم نظل حذرين.
وندير بالنا، وما بدي أطول أكثر من هيك، بس بدي أقول أمثال روبرت أنه أنتو إذا كنتوا أردنيين خسارة البلد فيكم، بس يعطيكم العافية.